نواصل رحلتنا للتعرف على يوميات وحداتنا المرابطة على حدودنا الوطنية. في هذا الجزء الثاني من مرابطون نتجه إلى مدينة القالة بولاية الطارف بأقصى حدودنا الشمالية الشرقية. شواطئ ساحرة، مناظر خلابة، وأهالي مضيافون، هذا ما يشدك للوهلة الأولى عندما تزور القالة. مقومات جعلت منها واجهة لولاية بأكملها وقبلة لطالبي السياحة والاستجمام. يضاف إلى ذلك موقعها الاستراتيجي مع الحدود التونسية وتوفرها على مركزين حدوديين من بين أنشط المراكز الحدودية في الجزائر. خصوصية هذه المنطقة من وطننا بامتلاكها لحدود برية وبحرية جعلت من التواجد الميداني الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي ضرورة أكثر من ملحة، خاصة مع المستجدات التي تعرفها المنطقة إقليميا. تواجد يترجمه النشاط الدؤوب لوحدات وأفراد القوات البحرية من خلال دوريات الوحدات العائمة على المشارف البحرية، بالإضافة إلى مراكز المراقبة والرصد التي تتوفر على منظومات مراقبة رادارية حديثة ومتطورة، وكذا الوحدات الجوية للبحث والإنقاذ التي تعمل بدورها على ترسيخ التواجد الميداني للجيش الوطني الشعبي من خلال مشاركتها، بالإضافة إلى مهام البحث والإنقاذ في عمليات الرصد والاستطلاع من الجو. هذه المنطقة هي نطاق مسؤولية المجموعة الإقليمية لحرس السواحل التابعة للواجهة البحرية الشرقية، والتي سترافق أفراد وحداتها في مهامهم اليومية لتأمين وحماية قطاع مسؤوليتهم من خلال دورياتهم سواء الراجلة أو بالعربات. يجوب أفراد المجموعة الإقليمية المسالك الملتوية والشواطئ المعزولة بحثاً عن أوكار مهربي المرجان ومنظمي رحلات الهجرة غير الشرعية، مهمة تزداد صعوبة بالنظر إلى الغطاء الغابي الكثيف الذي يميز المنطقة. مؤخراً تقرر تدعيم مراكز المراقبة البحرية بمفارز لمغاوير القنص والمطاردة، وهي وحدات نخبة تتكون من أفراد على درجة عالية من التدريب والتحكم في تقنيات القتال والتعايش، وتقوم حسب نطاق مسؤوليتها بنصب الكمائن والقيام بدوريات على المحاور والممرات المحتملة للمهربين والمجرمين، وهو ما يمثل تعزيزاً أكيداً لتواجد أفراد الجيش الوطني الشعبي في هذه المنطقة من وطننا، خاصة مع المستجدات التي يعرفها الجانب المقابل من حدودنا الشرقية. لم يكن من الصعب علينا إدراك خصوصية مهام هؤلاء الرجال ميدانياً من أول خرجة ميدانية رفقة دورية بالزوارق نصف الصلبة. بمجرد خروج الدورية من ميناء القالة لفت انتباه قائد المهمة مركبين للنزهة متوقفين في وضعية مريبة. تأكدت شكوك الطاقم بانطلاق المركبين باتجاهين متعاكسين بسرعة قصوى، فيما بدا محاولة للفرار من الدورية، فيما تكفل الزورق الثاني بمتابعة المركب المتجه غرباً. ضاعف قائد المهمة سرعة الزورق لمطاردة المركب المتجه نحو الشرق. بعد مطاردة قصيرة توقف المركب ليبدأ فصل آخر من القصة. يبدو جلياً أن وجود الكاميرا كان سبباً لإثارة أعصاب أصحاب المركب. بعد محاولات متكررة استطاع أفراد الدورية تهدئة الغاضبين ومباشرة إجراءات مراقبة وثائق المركب ومعداته. في العادة يلجأ صيادو المرجان غير الشرعيين للتخلص من معداتهم ورميها في أعماق البحر لطمس أدوات الجريمة. هنا لم يعثر أفراد الدورية على أدلة تدين أصحاب المركبين وتم إخلاء سبيلهما، فيما واصلت الدورية مهمتها بنفس العزيمة.
مع حلول المساء انتقلنا إلى رصيف الميناء، أين يستعد طاقم زورق من نوع P3 للخروج في مهمة دورية ليلية في عرض مياهنا الإقليمية. يغادر الزورق الرصيف، الوجهة الحدود البحرية مع الجارة تونس، منطقة تكون أحياناً مسرحاً لإجراء صفقات بين مهربي المرجان. مع حلول الظلام تنخفض درجة الطقس تدريجياً بالخارج، فيما ترتفع درجة التأهب واليقظة لدى أفراد الطاقم وقائده من أجل رصد أي حركة مشبوهة على طول المشارف البحرية. غالباً يستمر طاقم الزورق في تنفيذ مهمته إلى فترات قد تمتد إلى طلوع شمس اليوم الموالي وفي ظروف ملاحة متدهورة. الوحدة متواجدة الآن على مستوى الحدود الشرقية الواجهة البحرية الشرقية. الحالة السطحية عادية باستثناء وجود ظروف جوية ملاحية صعبة، لكنها لا تثني من عزيمتنا في أداء المهام الموكلة إلينا والمتمثلة في حماية والسهر على مراقبة الحدود الشرقية ليلا ونهارا وفي كل ظروف.